فل والهنا والسعادة والبهجة مرة تانية على كل مستمعي راديو الرابعة. ودلوقتي معانا لقاء مميز جدا مع دي جي لبنان عمر حوا وزميلنا في قسم البرودكشن والعامل ميجا ميكس العامل القلق كل يوم خميس وجمعة بداية من الساعة 10. فتابعوا الميكسات الحلوة واستمتعوا بيها. طبعا أهلا بيك يا عمر على راديو الرابعة بيتك طبعا. يعني إيه الأخبار؟ كله زي الفل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. قول لي احساسك بقى ايه من ان انت بتبقى جوه قسم البرودكشن ومره واحده هوبا هتقلب بقى ان انت تبقى على الهواء. ايه الاحساس؟ اكيد الهواء له له رهبه. اي طبعا وشي حلو تطلع على الهواء اكيد. لا اللي انت مع الهواء لازم تفوق كده لازم تروح مديها كده. ايوه فك شويه يا عمر يلا معانا فلازم تخش معانا كده في المودة. طبعا عمر او دي جي لبنان من الديجيهات المشهورة جدا على مستوى لبنان وكمان على مستوى الامارات وله حفلات مع الهضبة عمرو دياب وحاجات حبيب. نار يا حبيبي نار زي ما بيقولوا. عمر قول لي يعني مثلا كوجودك في حفلة مهمة جدا للفنان الهضبة عمرو دياب ازاي استعديت لهذا الموضوع وكان الموضوع عامل ازاي معاك؟ والله هو يعني كان اكيد شعور حلو ان يطلبوك بالاسم يقولوا لك لازم تكون يعني الاوفيشال دي جي لحفله راس سنه بعمرو دياب ومريم فارس كانت واكيد شيء حلو كان بالنسبه لي انا وخطوه كتير حلوه. ايوه وكان تجهيزاتها اكيد بدها تكون على ليفل معينه ما فيك كمان تلعب شو ما كان وخصوصا عندك وقت معين. فكانت كتير حلوة وكانت حفلة فعلا جدا رائعة وناجحة طبعا. طب حفلة زي دي مثلا معاك الهضبة عمرو دياب ومعاك مريم فارس بتلعب لهم نفس الأغاني بتاعتهم ولا بتفكر ان انت ما تحرق لهم او ما تحرقهمش للجمهور او ما تحرقش الأغاني بتاعتهم للجمهور؟ نعم اكيد. هلأ طبعا مش لازم تلعب يعني تحرق لهم كل أغاني هون ممكن تمرق شيء لإلهم لحتى تعت الناس انه رحنا بالنهايه رحنا ناطرين عمرو دياب او ناطرين مريم فارس تمرق شيء. بس اكيد يفضل انك انت تلعب شيء كوميرشال وتكون بعيده عنهم وتجهز العالم لاستقبالهم او لحتى يعني اطلالتهم ومش ضروري ابدا تكون يعني. طيب ما هو الدي جي يعني ايه تعريف الدي جي ده؟ يعني زي ما تسمع الدي جي مثلا عمر حوا الدي جي لبنان دي جي عويسي بقى قريبا ان شاء الله. بيبقى معناها ايه او شوفوا الدي جي هي عبارة عن انترتين بالنهاية بس انه كمان لازم يكون الانسان يعني شخص معين لازم يكون دي جي مش اي يعني مش انه واحد بس سمع شيء حلو صار بده يعمل دي جي اذا ما كان عنده دينة موسيقية اذا ما كان بحب الموسيقى يعني حرام لا يفترع حاله لا يفترع على الـ على الـ على الموسيقى لانه حيأثر على غيره. وفي ناس كتير بتحب الموسيقى لما تسمع دي جي تنقول مش بالليفل معين او مش بالليفل المطلوب حتكره الموسيقى وبالتالي حتصير تغير رأيها بهالفن هيدا. فلازم يكون شخص يعني دينته موسيقية دينته بتحب هالنوع من هالميجر هيدا وبيفوت فيه واكيد بيوصل اذا انسان هيك بيوصل اكيد بيوصل. طيب ايه المعدات المطلوبة عشان ابتدي الخطوة الاولى ان انا ابقى دي جي؟ هلا بهالتكنولوجيا الجديدة اكيد الكنترولر صار موجود بين مكان بكل بيت يمكن حتى موجود وبراكتس براكتس اكيد وتدرس على ايدين الناس يعني عندهم بيز يعني البيزك تبعيتهم صح الباس تعيتهم صح وخبرة إذا بدك لا يعطوك يا صح. طبعا. طب أنت ابتديت المجال من سنة كام ولا بقالك كم سنة في المجال؟ هلأ هون بالإمارات صار بحدود 10 سنين بلبنان ما يعادل 7 سنين إذا مش غلطان. كنت قبلها شكلك صغير عمر حبيبي الله يسلمك. رحنا عامة يعني إذا بدك بالعائلة كلها تقريبا كلنا عنا هالمجال هيدا يعني الفن إذا بدك إن كان موسيقى إن كان جيتار إن كان سيطرين على الحفلات بقى والفلوس وكله يعني. إيه نار يا حبيبي نار حبيبي حبيبي يا عمر. طب يلا بينا نسمع أول إحنا بنقول عليه ريميكس ولا بنسميه ميكس؟ هلا هو ميكس اما الريميكس هي لأغنية واحدة ممكن تعملها انت ريميكس يعني هي الاوريجينال كيف كانت وانت ترجع تضيف عليها شوي تعمل تاتش تبعك وتصير باسمها ميكس او ريميكس سوري او ماتش اب اذا بتفوتها بشي مثلا بشي اغنية معروفة ببيت معروف يعني بتصير اسمه ماتش اب. اما اذا كنت انت مخترع البيت ومجهز ومركب البرودكشن تبعك بتصير اسمها ريميكس. طب يلا بينا نسمع بقى ميكس دلوقتي طبعا. صح كده مكملين مع دي جي لبنان عمر حوا مساء الفل مرة تانية يا عمر حبيبي. ايه الاخبار؟ تمام كمان انا عايزك تحس ان الموضوع بيتك يعني انا انت هنا كل يوم اكيد اكيد الراديو الرابع بيتنا. عمر ليه سميته دي جي لبنان؟ دي جي لبنان لانه شوف هو الواحد لما بيترك بلده
يعني انا صار لي هون تقريبا ما يعادل 10 سنين. وللاسف بتكون مرات بتحس انه بلدك ما قدم لك يمكن لاي ظروف هيك، فبتحب انت لو ما قدم لك تتشكره وتقدم له انت بمعطيتك. حلو كل واحد من 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 يعني من مكانه يلي مثل بيلعب باسكت بيقدم له دائما وبيرفع راس بلده اللي بيجيب البطولات وغيره. انا بهالانترتينمنت تبعتي بهالميجر تبعي حبيت اقدم انه وين ما لعبت باي ايفنت باي فينيو باي مكان، حتى على السوشيال ميديا حتى على الراديو هون براديو الرابعة، دائما بكل مكساج عم يطلع دي جي عم يطلع الاسم لبنان. الله حلو جدا، تحيه لبنان والجاليه اللبنانيه اللي منورينا النهارده. طب عمر قول لي، في احيانا كده بتلاقي الدي جي بيبقى واقف موجود في الحفله وانا ساعات بحس بما اني يعني فاهم شويه الى حد ما بحس ان هو بيلعب حاجه متسجله وعمال بيتحرك قدام الناس وبوتي هاندز اب وبتاع مش عارف ايه وحركات وهو مسجله في البيت. صح. ده فعلا بيحصل؟ ايه بيحصل اكيد، وشايفينه يمكن بعيوننا حتى شايفينه لايف يعني. ويعني اكيد كل واحد على حسب يعني قديش ممكن يعني الليفل تبعه. اكيد بس هيدا الشيء اكيد غلط غلط وبيفضحه له وما بيخليه يعني ممكن يلعب حفله حفلتين بس بالنهايه ما في استمراريه وما حيوصل لمحل. ما حيوصل محل وهيدا ما ممكن تلاقي له مستقبل يعني بهالمجال هيدا. طب اصحاب الاماكن مثلا اللي بيقام فيها الحفلات اللي بيكون فيها دي جي بيهتم جدا بفكره ان الدي جي بيتلعب لايف ولا مسجل، ولا كل اللي يهمه ان الناس فرحانه ومبسوطه؟ لا لا طبعا، رحنا حتى بعض الاماكن اللي رحنا بنشتغل فيها ونروح عليها وكذا بنبعت ورا دي جيز لحتى نعمل لهم تيست. فبهمنا انه يفوت لنا شيء يمكن يعمل مكساج قدامنا لايف ويكون صح، بيت ماتشينج صح، كاونتينج صح، كل شيء كل شيء يعني نفس كيف الدليفري يعني يكون الفيدينج صح. كل شيء هيدا غير هيك لا اكيد ما فيدينج ده اللي هو تدخيل اغنيه مع اغنيه. صح صح. طيب عشان احنا فاهمين مع بعض عايزين نوضح طبعاً للناس. انت اصلا دي جي يعني تقريبا. طب قول لي يا عمر ايه التاتش اللي بتميز الدي جي عن دي جي تاني؟ هلا كل دي جي له تاتش معين يعني. انا شخصيا اذا بتسمع الميكسات تبعيتي مجرد قبل ما احط الجينجل تبعي او تعرف انه دي جي لبنان عم يلعب لحالك حتقول هيدا دي جي عمر، يعني هيدا الدي جي من التاتش تبعه. دي جي عمان ولا لبنان؟ لا لا عمر عمر. دي جي عمر او دي جي لبنان، فبتعرف انه عمر اللي عم يلعب دي جي لبنان. فمن شان من التاتش تبعه لانه في عنا رحنا هون اذا بدك بالميجا ميكس تبعنا وبالميكساج تبعنا عامه حتى بالريمكسز والماتش اب اللي بنعملهم في تاتش اورينتال. هيدا الاورينتال الشرقي. هيدا التاتش الاورينتال دغري بيميز دي جي عن دي جي اللي انت بتلعبه. هلا في دي جي يلي هن بيلعبوا تكنو مثلا مثل عند صديق دي جي اينو توني مثلا، هيدا تكنو تكنو ما ممكن يفوت لك ولا ضربه عربي ولا شيء، هيدا موضوع تاني. اما بالنسبه للدي جي يلي هن بيلعبوا الميجا ميكس اكيد كل دي جي عنده ستايل معين. هيدا ستايل بيميزه عن غيره. الله. والتاتش تبعه طبعا. طب حلو، والا بنكون كلنا مثل بعضنا. طب الميكس الجاي هكلمنا عليه سريعا كده عشان نشغله. في الميكس الجاي اكيد في اغنيه انا شخصيا بحبها وبحب مرات يمكن بمعظم حفلاتنا وميكسياتنا هي قد وقدود لنصيف زيتون. ايوه. وحيكون عنا شي شرقي بنت السلطان. ايوه. وحيكون عنا شوي هيت اغنيه هيت اوريدي يعني اجنبيه في شر، فبنسمعها وبنشوف في التكنيك فوتنا بعض وعملنا ماتش اب اذا بدك. طب يلا بينا نسمعها مع بعض. يلا ونرجع نكمل. حاضر. مع دي جي لبنان عمر حوا. يلا بينا المشوار في رادار مع دي جي لبنان عمر حوا. اهلا بيك على راديو الرابع. اهلا فيك بيت بيتك زي ما بيقولوا حبيب. اجيب عشاء؟ طيب اجيب لا عشاء دلوقتي. هلا هلا سوا زي الفل يعني. تمام. عمر قول لي دايما كده احيانا بتبقى انت في حفله مثلا او حاجه تسمع الدي جي حس انه هو تقريبا ايه قالوا له مثلا اعمل ميكس ساعتين فهو يروح حاطط لك مثلا عمرو دياب الاغنيه مثلا اربع دقايق هو حاطط الاربع دقايق. صح. هل ده صح ولا دي حاجه غلط ولا هو بيكسل يعمل عدد دقايق اكبر ولا ايه؟ اكيد غلط اكيد غلط. يعني بالنهايه انت بدك لو العالم بدها تسمع شيء مثل ما عم تسمعه على الراديو او بسيارتها او كذا ما حتعون بحاجه لدي جي، ساعتها هي بتحط اغنيه بتخلص اغنيه بتبلش بالثانيه. صحيح. وهيدا ما عاد يعني تكنيكال منه شيء صح وسكيلز منه شيء صح. انت بحاجه امرا في اغاني بتتحمل كوبلي وحده في اغاني بتتحمل اثنين كوبلي بتلعبها. بس انك تترك الاغنيه لتخلص وترجع تفوت باغنيه ثانيه او بار او بدل ما تخلص ببار او بارين وتفوت فيها اغنيه ثانيه وخلص يلا وعبي الساعتين او ثلاث ساعات اكيد هذا الشيء غلط. رحنا قد ما فينا بدنا نعطي العالم شيء خفيف تسمع الاغنيه اللي حابه تسمعها بس كمان سمعها اكثر عدد ممكن من الاغاني اللي هي حابه تسمعها.
يعني انا اذا معي ساعة او معي ساعتين او ساعة يمكن انت تعطيني 3 ساعات على الهواء واقعد انا اعبي لك يوم باغاني كل وحدة اتركها لاخرها 3 دقايق ونص 4 دقايق او موسيقى اغنية موسيقى شو بستفيد انا هون والعالم تلقائيا حتمل وتغير دايركت للشانل وتحط شيء على شيء تاني فرحنا منشوف الاغاني اللي بتتحمل كوبليه وحده بنلعبها كوبليه اذا بتتحمل 2 كوبليه مطلوبه ومقبوله بنحطها 2 كوبليه بس اكيد نجمع اكثر عدد ممكن اغاني حلوه كمان مش بس انه انا لازم احب الاغنيه لازم نشوف العالم شو بتحب الكراو والاغنيه تحبني اكيد اكيد يعني وماذا انت تحبها طيب ايه الاساس اللي احنا بنختار عليه الاغنيه الاساس هلا اكيد الثيم بيفرق بيأثر يعني مثلا لو كنا عم نعمل حفله بفالنتاين لو كنا عم نعمل حفله مثلا بكره جاي بعيد الام اذا الله راد يخلي امهات العالم كلها ايه ده وعيد الام بيعملوا له اغاني في الدي جي في اغاني كثير ست الحبايب فبتصير تمرق شيء يعني بتمرق شيء من الثيم تبعك وبتخلي العالم انه تعرف انه رحنا وين باي جو بس عامه باي حفله ان كان راس سنه ولا كان هالوين ولا كان حفله عرس ولا شو ما كان الحفله طبعا في اغاني كوميرشال العالم بتحبها عالم حابه تسمعها وبدها تسمعها بهالايفنتات ايوه فانت لازم تلعبها وتحترم هذا الشيء طب حلو انت مثلا دلوقتي انت كدي جي لما بتسمع اغنيه بتسمعها زي ما احنا بنسمع اغنيه الله اغنيه جميله ولا بتسمع الاغنيه دي ممكن تركب مع اغنيه عمرو دياب مع حته حماقي مع حته اليسا ولا بتسمعها ازاي اكيد بنسمعها اول شيء بنشوف اذا فينا رحنا نحط التاتش تبعنا فيها لحتى نكون مميزة عن غيرنا يعني لما عالم تسمع لها الأغنية وهي بتحبها وبتسمعها هيك وحبيتها فكيف لما تحط لها انت التاتش تبعك ساعتها بتكون أغنية مميزة وبتسمعها بس عندك بهالطريقة هيدي طيب أغنية مثلا زي بنت الجيران دي مثلا نحط عليها تاتش مثلا ايه ممكن يبقى هيدي شغلة مثلا مهمة جدا لانه في كتير ناس وكتير دي جيز او حتى بروديوسرز قليل ما تكون بروديوسرز لانه بروديوسر بيعرفه بده اي شيء بده يحط عليه ريميكس او يعمله ماتش اب مثل أغنية بنت الجيران حرام ما بتتحمل ما بتتحمل هي بحد ذاتها أغنية رائعة هي بحد ذاتها هي بحد ذاتها ريميكس بتقوم بتتحملها بعد تنزع في أغاني ما بتتحمل أبدا وفي أغاني أكيد بتتحمل شيء بسيط وفي أغاني لو شو ما عملت فيها أصلا يعني ما زال فيش منها فيش منها خلاص طب يلا احنا نرجع نسمع الميكس الجميل ده الميكس ده عن ايه عمر سريان عمرو دياب أكيد حنحكي بنصيف زيتون وحنحكي شوي صبري قليل لشيرين وحنفوت فيها تاكي تاكي أجنبي وحنستعمل فيها هات كيو لحتى نشوف انه رحنا عم نلعب لايف ويشوف كيف يستعمل هات كيو هيدي السكيلز تبعت الدي جي طب يرنا من رادار وضيفنا في الاستوديو عمر حوا دي جي لبنان مساء الفل مره مساك. تانية عمر مساك حبيبي يا واسم عمر احنا عمالين بنتكلم عن الميكسات والدي جي والحاجات دي خلينا نسال كده نقول انه الاصعب ميكس العربي بالعربي ميكس الانجليش بالانجليش ولا ميكس عربي وانجليش ولو احنا عربي عندنا في خليجي وفي مصري في لبناني في سوري في عراقي بيبقى الموضوع انه الاسهل وانه الاحلى شوف الدي جي الابضاي والاكسبرت ما في شيء اسمه عنده اصعب واسهل لو زتيت له كل اغنيه هنديه حيلعبها ويمكسها صح ويعمل كاونتينج صح وبيت ماتشينج صح ويشتغل صح اما هيدا الموضوع بظن بيختلف عن بين الناس البعد الهاويه البدايه بعد عم ببلش فبيبقى من احنا بنسهل عليه وخصوصا لما نكون عم ندربه بعدنا باول مراحل بنسهل عليه ما بنجرب نعطيه شيء يعني اجنبي مع عربي او بنجرب نعطيه يعني شيء بيشبه بعضه اذا بدك بالكي بكل شيء بالتيمبو حتى باي شيء ما بنقول له لا يزيد ولا ينقص اما الدي جي الابضاي اكيد والمحترف اكيد ما في شيء عنده صعب وهيدا انا اللي بنتقد لما اقول لك واحد انا ما بلعب غير عربي او ما بلعب غير اجنبي او ما بلعب غير ما بعرف ستايل معين من هيدا يعني كله. انه دي جي انت شو يعني طيب عمر الدي جي زمان يختلف عن دي جي ايه دلوقتي يعني انت فاكر افراح بتاع زمان لما كنا لك دي جي وهو كان بيوقف الاغنيه ويشغل اغنيه تانية الموضوع بيختلف عن ايه زمان هلا لك الزمان اذا بنحكي كمان القديمين الاولد سكول اكيد الاولد سكول كانوا كتير كانوا كتير يعني سكيلز تبعيتهم كتير عاليه ابضايات وحوش يعني انا بنعتبرهم رحنا يمكن ربينا كمان وبعدنا هلا بنتفرج عليهم وبنرجع لهم اذا بدك كرفرنس اما في دي جيت هول اللي عم تحكي عنهم هول اكيد هول يعني ما بعرف اذا فينا نقول دي جيز ايه حرام يعني ما حرام يفتش على مصلحة يفتش على شيء يعني ما ضروري يكون دي جي ابدا شو لانا دي بتكسب كويس اسيب الاذاعه واشتغل والله اذا كنت محترف اكيد بتكسب شو بدي
اسيب يعني الموضوع اجيلكم والله. اهلا وسهلا. طب ممكن مثلا لو انا موجود هنا في الامارات في اماكن بتدي كورسات ولا اروح اتدرب مع دي جي ولا لا؟ في اكيد في مدارس معينه. احنا شخصيا مندرب، احنا مندرب بس مش انه يعني مدرسه او شيء، من اشخاص احنا بنعرفهم بيعزوا علينا، يمكن علاقتنا فيهم كتير طيبه، وامرار بتكون والله ضمن يعني ضمن خدمات مش دون مقابل. دون مقابل دون أيوة اي مقابل. انا احد تلميذه الفاشلين واكيد اللي عم يسمعوني بيعرفوا منيح، وفي ناس كتير بتعرفني وبتعرف مزبوط انه انا بقدم بدون مقابل، بس بحب شوف انسان ناجح مش عشان يعني عم يتعدى على الدي جي. اللي بيسمعونا دول نقول لهم بقى ايه، هاتوا الفلوس عليكم. لا بالعكس، جود لك والله يوفقهم. في ناس كتير يعني وبدون ذكر اسامي وحوش. طب عايز تشكر مين؟ طيب اهلي اكيد. اهلي اكيد. طيب ماما وبابا الله يخليهم وكل الناس يعني اللي يسمعونا دلوقتي المفروض. طب ابنك اللي مسجل لك دي جي لبنان ده ما يستحقش الشكر؟ طيب هيدا عيوني اكيد. ربنا يخليه لك يا رب وهو زوجتك يا رب. طيب احنا في الاسابيع الجايه هيكون عندنا، هتلعب لايف معانا من داخل الاستوديو، هنجيب بقى العده والمعدات وكل حاجه. كمان بنقول لكل المستمعين لو اي حد حابب يسمع اغنيتين يمكسهم مع بعض فيبعت لنا برضو على رقم الواتساب الخاص براديو الرابعة 050-746-1078 وعلى طول هيلاقينا ان احنا منزبط له الميكس في نفس الاسبوع على طول. صح. فعمر كلمني على الميكس الجاي. الميكس الجاي حيكون لنانسي عجرم فيشر اجنبي، وحنلعب فيها لفيروز وحنفرج العالم رحنا بنلعب لايف، حيكون فيها هات كيوز وحيكون فيها دي جي سكيلز يلي هي رحنا بنفقدها عند كتير كتير دي جيز من الدي جي. نعم عمر انا اتبسطت جدا بهذا اللقاء الجميل، هكون معايا في الاسابيع الجايه فهنبقى محضرين شويه ميكسات نقعد نلعب على طول. واتبسطت والله ان انت تسلم. انا المبسوط اكيد بوجودك يعني وباستضافتك. يا رب يخليك. استضافتني يعني استضافتوني مكان بيتك حبيبي. حبيبي يلا بينا. يلا وهنرجع نكمل المشوار من رادار، بس عمر هيعمل معايا هوبا. جاهز يا عمر؟ يلا هوبا 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 ونسمع الميكس. دي جي لبنان.